اخوتي اخواتي متابعي من اصل الساحل. نحن اليوم هون في العاصمه الاقتصاديه نواجب، وعندنا مواطنه صحراويه موريتانيه عندها تظلم لا يتعرف على راسها وتقول المشكله اللي عندها. تفضلي اختي الكريمه، يقول اسمك. مرحبا بك وسهلا. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لكم على الاجابه وعلى استماع المواطنه. انا هذه مواطنه صحراويه موريتانيه، خلاقهم من موريتان كابرون بين الزوارات ونواذبو، متواجده دار في الاراضي الموريتانيه عيتن كيسهلي ذوك في الحماده. تعرضت لقدر من الضغوطات والظلم هون في موريتان ولا رايت حد ينصفني. ندخل المنابر هذه السياسيه الدفاع عن قضيتي الصحراويه، عن مصيري وعن تحديد مصير شعبي. عدت متعرضه لياسر من الضغوطات من العدو وقع من المقاربه، ماني طالبه بهم حد ولا مسؤول عنهم، يقول لي ذاك شنو بيننا احنا وهم نحلوا مشاكلنا. قال عدت متعرضه لياسر من الهجوم من الشعب، من الموريتانيين منهم عليات ومنهم رجاله، منهم الرجال اللي موريتانيين اللي يفتحوا منابرهم للسب والشتم اهل الصحراء وتقزيم في قضيتنا وظلمنا، ظلما وعدوانا ما مبينا معاهم شيء. احنا هم سياني والشعبين سياني، كنا مارق من الثاني. الثانيه ما ذيك كرا واحده ينقالها، قالت عن ينقالها جواهر العلوي، موريتانيه متواجده كانت في نواكشوط ودارك طالعه من الرقم المغربي، مشاو بها المخابرات المغربيه بلساني وفصيح شورى الرباط ذاك والله باس. تسب شعبي السب الشين منه وتقولنا الكلام الخاسر وتخطي علينا، على الساحل كاملين وعلى الصحراويين كاملين، وتنعتنا بياسر من الاوصاف اللي ما هي محترمه. تميتني اتصلت بي، جاوني منها فوكالات راعيها تخطي علي وقالت عني عندي وكر الدعاره في نواكشوط، واني نبيع المخدرات، واني قطم توقيفي من السلطات الموريتانيه عده مرات. وقيمت وجيت لكم مساريه، هذه كمساريه الرضوان، وعدلت منها الشكوى ومشاني الوكيل الجمهوريه، وجيت الوكيل الجمهوريه واستقبلتني سكرتيرته جازيه بالاحسان، استقبال تعدل وعدلت الاجراءات، قال عني نمشي نعدل شيكايه مكتوبه وندير الفوكالات فلاش وعدلتها، ورجعت الكمساريه ورايت فيها كمسار متعدل، وقال لي انهم دور يشوفوا الرقم مجور في الشيكايه، رقم هي اللي تكلم منه رقم شنقته، وخليت عندهم الشكايه وقالوا لي ندور نعلموك ندور نعيطوا لك. هو تنهارين والله ثلاثه اسبوع تقريبا ما سمعت منهم، حس قمت مقاطره قاعد يستمون ما بعيد. لين جيتهم رايت فهم قدر من الرجال من الشرطه قاعدين فهم، ورايت واحد قالوا عنه هو المسؤول عنهم. ولا تتعامل معي بطريقه عنصريه الى حد الى اقصى حد ممكن. عقد فيا وجهه صكك ياسر من الصكه، واحنا شنو نعدلوا له كذا. قلت له راعي رقمها، دار رقمها في تليفون وقام يصوني. قامت تتكلم معاهم راق عنا لقدام، لين مراق جاني من قلبه 9990 ثانيه. قال لي هي هو رانا سمعناه وذا كذا ولا قيمي رانا نعيطوا لك، عيطوا لك هذا عاد قريب من 3 اشهر قريب الخاص. ما عيط لي حد ما شكايه ذاك 3 اشهر قليل الخاص قليل الخاص قليل الخاص شكايه ما اسمع حد. تمت المره لا تطاول في ذا وما يوحدها معاها رجاله وفاتحين منابر ويدعاونهم صحافه والرجال معاه من درا عندهم تواقط موريتانيين ولا تواقطهم موريتانيين ومتواجدين في موريتان، وهذه الاعمال يعاملون احنا بها للصحراء من الاراضي الموريتانيه من نواكشوط بالتحديد. يهاجمونا يفتحوا المنابر يدعوا علينا يقزموا فينا يقزموا في حكومتنا يقزموا في رئيسنا يمرقوا منا الاصبع. التاليه ما ذيك الطاوله تقع حتى عاد توحل في الاحصاء وتوحل انتوما وذوك قال وتدعم ولي انها عندها ارقام الضباط الموريتانيين الجنرالات كاملين موريتانيين، وعندي فوكالات تتكلم ذا الكلام، وانها عندها علاقه بمدير الامن هون في نواذيبو والسمية اسمه راعي، عندي فوكال البارحه هذه الدنيا مشيتو، وعلى انها تكلمت معاه وانه دوري الصفر. قالت هي سعيداني انا ما يقد حد يصفرني، انا خلاقهم وكابرهم وابويا مدفون في الزوارات، ولا يقد حد يصفرني من موريتان ولا يقد يصفرني من الصحراء، وحد لا يفصل بين الصحراء والموريتان فصال ومانع ومتشين وصحيح، لان احنا ما يقد حد يفصلنا، لان اللي ذريتنا بعضيا بعضا. قال هذا عاد في ياسر من مشاكل نحن الصحراويين والموريتانيين، احنا ما يقد حتى يخطئ علينا وانت مخرصوه، واحنا الشعب الموريتاني رابين ومبيلوه ونعرفوا انه شعب طيب، ونعرفوا عن فيه واحدين مرتزقين كيف هي وكيف جماعتها هذا الرجال اللي معاه الصحابيين قالوا منهم صحابيين ومازال جايهم الدور، انا ماني مفتصله مع حد. ادعوا ذا النوع من الكلام وجيبوا البقضان بين الصحراويين والموريتانيين تحت شعار انت موريتاني مناصر المغرب، عطيتك طرني شيء، قالوا انهم فاتحين المقارب وبوتيك في نواكشوط.
وهذا سمت اللي اعتمد فيه. أنا قاعدة في الأراضي الموريتانية وعندي حق التعبير وعندي حق أني ندافع عن أهلي وعن وطني. يعني يعود فيه ضرر للشعب الموريتاني ولا الحكومة الموريتانية يعطوني أي أمر نوخاو وانتم قايسرين قاعد عندهم نداي الصع عندهم الله نشاطه يقرر ما هو مقبول على أن الشعب الموريتاني يتم قاعد يسمع ذا النوع من الوصاف وذا من الخطع لموتانه وذا من التمراق من الأصبع تحت شعار نكتة موريتاني. كي معك موريتاني لكن كي موريتاني يتعود حيادية كي عدل دورتك قبيل من عند الرأس. وثانيا هذا الاستقلال اللي تعدل لهذا الجنرالات الموريتانية وهذه السلطة الموريتانية في المنابر تتقاطب على الخلق استقلال النفوذ استقلال النفوذ انها هي رواية وانها محمية وانها قاع موريتان مساعدة اللي تعدل ان احنا للصحراء. نحن لا حد يعود واضح معانا ويعطينا حقنا ويعرف عنا مواطنين الراعي كاملين. يعود خالق القانون لا يوقفون بيننا ولا يعود خالق لا ذراع مودي ما طاح لما سندوا ذراعه. وشاكر السلطات الموريتانية وشاكركم انتم ومالي حتى شنو الرسالة اللي تمشي من خلال منصة الساحل؟ رسالة اني طالبة الحكومة الموريتانية وطالبة فخامة الرئيس ولي القزوان انه يتدخل في اسرع وقت يحل هذه القضية وذي المشكلة المبينية انا هذه وذي المرأة. انا ما عندي اي سجل عند الشرطة ولا قط تعرضت لشيء ذكي هو الشرطة ما قط جيته ما هم جياتي هذه قلت لك اللي سببهم اللي لا موريتانيين يشكوني على قضية الجبهة ترديت عليك ويجيبوا لي شي من الضغط غير ما فهم شي قانون ولا فهم شي قديش نوقف عليه شي من الادعاءات واحد كلها عنده جنسيه مغربيه شاك عندكم وساريه في موريتان بس من حال انت مالك مغربي ما تشكيش ولا مغربي اخبارك من موريتان تشكي منه وهذا استقلال هذه من ادمر السلطه الموريتانيه والسامي من حافظتهم يا من ذاك الخلق الساكن عند بيروهات ما ينصب واحد ما يحافظهم واستقلالهم عاد كاع ياسر من الخلق الضعيف العقول متخايل ان السلطات الموريتانيه للاسف الشديد على ان هذا عندها فيه ضلع والله عندها فيه امر وهذا خطير إلى أقصى حد ممكن. إحنا الشعوب رابين وكنا مارقون الثاني ولا يرتعود مبين شيء ذكي طالب من فقامة الرئيس والقزواني رد لي حقي من هذه منادمة شودتني في كل براسة ورد الاعتبار الشعبي اللي ينهان تحت شعار العمال المغرب وأن المغرب ولا عمالته ولا ما خزنه وتعرضت لياسر من الأمور ياسر قلت لك ضارب دولة ذكرية أي دولة ما كانت رجاء أن تطرحي المشكلة مطوعة المزدحة عفوا ما هي مشكلة المهم أن السلطات الموريتانية توقف وتدير حد بيني أنا وهذه منادمة وذول رجالة ليتهجموا على أهلي ويفتحوا المنابر ويدخلون المشاكل ويعيبونه بس منهم موريتانية لعاتس السلطات الموريتانية عاطيتهم إباحة على ذا نعودوا مولي عالمين بها ونعودوا قاع ما داعي نشكو لا نقيسوا المحاكم ما قط شفناهم ولا نجوا الكوموساريات ولا نمرقوا في القنوات ونعودوا نحن نعرضوا الله يتخذوا نحن من قد روسنا وشاكرتكم ومسقري الشعب الموريتاني عن الشعب الصحراوي مسقري مولي الشعب الصحراوي وطالبة من الشعب الموريتاني والشعب الصحراوي أنه لا ينقاد لهذه المهزلة ولا ينقاد لهذه التفرقة وعليكم كاملين بالصمود والوحدة ولا يقركم حد انكر الناس فرعة الكيرة وعاة للبيع يقير تموا لا كاردين عاداتكم أخلاقكم كنتم متمسكين بهم وعرفوا عنكم ذرية بعضها من بعض. شكرا جزيلا وشكرا وجزاك الله شكرا جزيلا ارجو ان شاء الله ان تلحق ان تجد هذه المشكله وعلى ان نساقيها ان شاء الله وان يتم التقلب عليها في اسرع وقت على ان نلتقي في لقاءات اخرى. تحيات وتحيات طاقم منصه الساحل والى اللقاء.